كاس العالم يعني خلص من اسبوع تقريبا، لكن كل الناس لسه منتظره مره تانية ترجع تتفرج على الدوريات الكبرى، واللي على راسها طبعا الدوري الانجليزي الممتاز اللي استأنفت مبارياته امبارح. وحديث اليوم عن الدوري الانجليزي والمنافسه فيها تكون ازاي، معانا عبر تطبيق الزوم عطيه عبد الخالق الناقد الرياضي. استاذ عطيه صباح الخير عليك. صباح الخير بسنت، وصباح الخير على مصطفى وعلى كل المشاهدين. اهلا وسهلا. شفنا امبارح المباريات رجعت مره تانية، ويمكن محمد صلاح خلانا نشوف كده هدف جميل، لكن خلينا نروح للارسنال الاول، واللي عايزين نعرف هل هيتربع الارسنال على الصداره رغم المنافسه الشرسه ولا لا؟ طبعا الناس بعد كاس العالم كلها كانت مستنيه تشوف نسق عالي من المنافسه، تشوف تنافسيه كبيره بين الانديه. كان الكره طبعا كانت وحشانه، اسبوع عدى من غير ماتشات، ولكن الدوري الانجليزي كان على الموعد وكان على الاثاره، بدايه من ماتش توتنهام الساعه 2 لحد ماتش ارسنال في مساء اليوم. كل المباريات دي كان فيها قدر كبير من الاثاره والتنافسيه والاداء العالي اللي كان وحش الناس والناس كانت مفتقداه، او على اعتبار ان الدوري الانجليزي هو اكتر دوري قوي واكتر دوري فيه منافسه. ارسنال طبعا التوليفه اللي عاملها ميكيل ارتيتا المدير الفني الشاب قادره لحد دلوقتي ان هي تتربع على صداره الدوري الانجليزي برصيد 40 نقطه، وده يعني اغلب الناس ما كانتش متصوره ان ارسنال ممكن يوصل للمرحله دي. اغلب الناس شافت ان الطفره اللي حصلت في ارسنال هتبقى طفره مؤقته مش تستمر كتير، ولكن بتشوف ارسنال كل ماتش عن التاني بيكتسب صفه جديده، بيكتسب حاجه جديده ما كانش موجوده قبل كده. بتشوف ارسنال النهارده بيبقى متاخر في النتيجه امام ويست هام في الشوط الاول 1-0، وبيعود في النتيجه في الشوط الثاني بانتصار بثلاث اهداف. بتشوف كمان ارسنال بينتصر على مساله غياب جابرييل خيسوس اللي هو الصفقه اللي جابوها السنه دي عشان يظبطوا الهجوم، راجل مصاب فتره طويله، ومع ذلك ارسنال بيلعب بنيكيتيا مهاجم شاب وتحته مارتينيلي واوديجارد، واسماء كلها اسماء شابه واسماء مش هي افضل حاجه في اوروبا، ولكن مع التوليفه اللي عملها ميكيل ارتيتا قدرت ان هي تسيطر على صداره الدوري الانجليزي لغايه دلوقتي 40 نقطه، فرق 8 نقط عن مانشستر سيتي اللي هو المركز الثاني. لو السيتي كسب بكره ليدز هيبقى الفرق 5 نقط، فبنتكلم ان حتى برضه لو السيتي كسب ارسنال في الجوله ال20 فهيبقى الفرق برضه ما زال ارسنال هيبقى هو المتصدر في ترتيب الدوري الانجليزي، ودي بتدي اريحيه وبتدي دفعه كبيره بالنسبه للعيبه ارسنال. الناحيه الثانيه طبعا لو بدانا الماتش بتاع توتنهام الساعه 2، كان توتنهام برضه راجع عنده هاري كين، راجل كان الناس كتير قالت ان هو هيتاثر بشكل كبير بضربه الجزاء اللي ضيعها في كاس العالم امام منتخب فرنسا في دور الثمانيه في الدقيقه 85، وخروج انجلترا يمكن الناس كلها حملته مسؤوليه الخروج، لكن الراجل بيعود وبيقود هذا الفريق الى التعادل ونقطه ثمينه جدا امام برنتفورد برضه بعد تاخر بهدفين. عشان كده بقول لك ان الماتشات كلها كانت وحشه الناس، وكل الناس كانت عايزه تتفرج على الدوري الانجليزي الحقيقي. صحيح. طب انتصار ليفربول بثلاثيه على استون فيلا وعوده صلاح للتسجيل وصناعه الاهداف، هل ده تعتبره مؤشر على استفاقة ليفربول وعودة هذا الفريق مرة أخرى وعودة صلاح برضو مرة أخرى بعد كأس العالم؟ طبعا قبل التوقف الناس كان ليفربول في المركز التاسع، وكل الناس ما حدش مصدق انه ليفربول الفرقة اللي كل سنة بتنافس على الدوري، والسنة اللي فاتت كانت خسران الدوري فرق نقطة، موجودة في المركز التاسع، مركز لا يليق باسم ليفربول وبالأسماء اللي موجودة في تشكيله ليفربول. امبارح بيقدموا اداء راقي جدا خاصه في الشوط الاولاني، لان الشوط الاولاني قدروا ان هم يخلصوا الماتش في اول 10 دقائق هدف واسيست. محمد صلاح طبعا بيصل للهدف رقم 172، بيتساوى مع اسطوره ليفربول دالجليش، مع ان صلاح لعب اقل منه ب 238 ماتش، يعني الراجل ده اسطوره جاب 172 جون في 515 ماتش. مصري صلاح لعب اقل منه 238 ماتش ومسجل نفس العدد من الاهداف، طبعا فخر مصر محمد صلاح، راجل قدر ان هو يقود ليفربول حتى في الشوط الثاني، يعني حتى لما لعب ليفربول تحول الى الجانب الدفاعي، وشفنا استون فيلا بيسيطر على فترات طويله من المباراه في الشوط الثاني، كان صلاح بيقوم بدور محوري، فكره ان هو ينقل الهجمه من المناطق الخلفيه الى ان هو يلعب ثرو باص طويل لداروين نونيز. وهنا بتظهر المشكله اللي بيعاني منها ليفربول حاليا وممكن تاثر فيه لو بيلعب فريق قوي، هي فكره اهدار الفرص، فكره ان انت يبقى عندك مهاجم يقتنص الفرص ويحول كل فرصه الى هدف محتمل، دي الحاجه اللي بتنقص ليفربول، ان داروين نونيز لسه ما لقاش نفسه في التوليفه، امبارح مضيع انفرادين او ثلاثه صنعهم ليه محمد صلاح. فيعني برضو علامه استفهام كبيره جدا على اداء داروين نونيز بعد ما استقدموه
الصيف ده ب 100 مليون، رقم كبير والناس كانوا لها كانت حاطه توقعات عاليه عليه، ولكن مشكله كبيره جدا هيظل يعاني منها ليفربول. ولكن على اي حال انتصار الامس بيرفع رصيده وبيخلي عنده امل شويه في ان هو ياخد مركز مؤهل لدوري الابطال، لان هيبقى صعب السنه دي ليفربول ينافس على الدوري، ولكن الامل ان هو ياخد مركز مؤهل لدوري الابطال السنه الجايه، وبيلعب بقى على دوري الابطال ان شاء الله، وكل التوفيق لمحمد صلاح باذن الله. طيب كلمنا عن مباريات النهارده، بنتكلم عن تشيلسي ضد بورنموث، وكمان في مان يونايتد ونوتنغهام، بتشوف ازاي المباريات دي هتبقى النهارده وفي ظل سعي طبعا اليونايتد وتشيلسي انهم يرجعوا مره ثانيه للتنافس بعد التوقف الدولي؟ صحيح، تشيلسي حاليا في المركز الثامن او التاسع، برضه مركز بعيد وما يليقش بيه. الفتره اللي فاتت لما جابوا جراهام بوتر من برايتون، راجل ما كانش ماشي وما كانش بيقدم افضل اداء ممكن، كل الناس مستنيه الاستفاقه بتاعه تشيلسي بعد التوقف بحكم الاسماء اللي موجوده، رحيم ستيرلينج، ماونت، اوباميانج، اسماء كلها لعيبه كبيره ولعيبه دوليه، كلها مستنيين الاستفاقه بتاعه تشيلسي، ومن حسن حظهم ان هم هيقابلوا خصم سهل زي بورنموث في ملعبهم، فتبقى فرصه ان شاء الله ان هو تشيلسي ممكن يعود في سكه الانتصارات ويحجز لنفسه مكان جيد في مقدمه ترتيب الدوري الانجليزي. ماتش سهل زي ما قلنا، فاغلب الظن ان تشيلسي ممكن يحسم الانتصار النهارده. نفس الامر بالنسبه لمانشستر يونايتد اللي بيعاني معاناه كبيره جدا بسبب غياب اغلب خط دفاعه، سواء فاران سواء ليساندرو مارتينيز المتوج مع منتخب الارجنتين بكاس العالم، والراجل حتى الان لسه موقفه لم يتضح، اصابات كثيره جدا ضربه دفاع مانشستر يونايتد، ولكن برضو من حسن حظهم ان هم بيلعبوا نوتنغهام، فرقه مش شرسه هجوميا، فرقه تقدر ان انت تتحكم عليها وتقفل عليها مفاتيح اللعب. مانشستر يونايتد منتظر ان هو يفوز اليوم على نوتنغهام، وده هيساعده على وصول للمركز الرابع، وبرضو نشوف منافسه كبيره جدا بين توتنهام، بين مانشستر يونايتد، بين نيوكاسل على حجز المقاعد المؤهله لدوري الابطال. ونيوكاسل يعني من المفاجات اللي موجوده السنه دي بتشكيله، اسماء مش هي اعظم حاجه في الدنيا، ولكن توليفه عملها ايدي هاو مدرب نيوكاسل قادر ان هو يفوز ويقدم اداء ممتع، حتى الان هو يعتبر الحصان الاسود بالنسبه للدوري الانجليزي، وكل الناس مستغربه من الاداء اللي بيقدمه نيوكاسل تحت قياده الراجل ده، وان هم كل ماتش بيكسبوا ثلاثه وبيكسبوا اربعه، بيقدموا اداء ممتع ودفاع صلب، يعتبر اقوى دفاع في الدوري الانجليزي حتى الان. فكل الحصان الاسود هو نيوكاسل، هيبقى منافسه شرسه جدا مع مانشستر توتنهام على المراكز الثلاثه بقى، من الاول الثالث لحد الخامس. بعيدا عن اليونايتد خلينا نروح للسيتي. مانشستر سيتي هو ايضا عنده مباراه يوم غد امام الليدز، هل هيقدر يكمل منافسه مع ارسنال للنهايه ولا لا؟ وارسنال مصعبها على كل السنه دي، يعني ارسنال مقدم اداء قوي ثابت وانتصارات متتاليه بتخلي المنافسه صعبه شويه مع اي حد، ولكن السيتي معودنا على رتم عالي جدا، معودنا على المنافسه لحد اخر وقت، وزي ما شفنا السنه اللي فاتت بيكسب الدوري من ليفربول في اخر، مش في اخر ماتش ده، في اخر ربع ساعه من الماتش، بعد ما كان متاخر امام استون فيلا بهدفين قدر ان هو يحول التاخر ده لانتصار ثلاث اهداف، وان هو يحسم الدوري لصالحه. فمانشستر سيتي بالاسماء اللي موجوده ببيب جوارديولا عنده تشكيلتين او ثلاثه زي ما بنقول كده، بقياده طبعا هالاند الراجل اللي ما لعبش كاس العالم ومنتظر العوده للدوري الانجليزي بكل قوه علشان يزود رصيده من الاهداف، يعني 18 هدف، بنتكلم على 18 هدف في 16 ماتش، رقم كبير جدا ورقم منتظر ان هو يزيد، ولسه طبعا في الكاس كسبوا ليفربول 3-2. فكل المؤشرات بتقول ان السيتي هيكمل في المنافسه، هيكمل في الاداء العالي والريتم العالي اللي بيقدمه لحد اخر وقت، ولكن اعتقد السنه دي تبقى المنافسه صعبه جدا مع ارسنال. هي دايما الكوره كده مفاجاتها، يعني بتبقى في اللحظات الاخيره، والدوري الانجليزي بصراحه مليء بكل هذه المفاجات اللي في لحظه بنلاقي الماتش اتغير. بنشكرك عطيه عبد الخالق الناقد الرياضي على تغطيتك على استهلال الدوري الانجليزي وبداياته، البدايات القويه اللي احنا دايما متعودين عليها. يعني الدوري الانجليزي من اكثر الدوريات فعلا ممتعه، واحنا متحمسين على مباريات النهارده ان احنا نتفرج عليها ونشوف كده. وبلغه الارقام كمان، ده اغلى دوري كمان في العالم، لعيبته اغلى لعيبه في العالم، الاكثر مشاهده في العالم، الدوري الانجليزي بيعتبر فعلا التوب زي ما انت قلت. حقيقي.